السلام عليكم. بعد الفيديو تاع البارح والاشغال داخل الملعب تاع الدويره، اليوم نروح نشوف الاشغال خارج الملعب ونشوف فيه جديد. يعني فيه اشغال نتاع الواجهه مستمر، بدايه وضع الزجاج على الواجهه نتاع الملعب وغير في المكان تاع الفي بي. سوف نمشي مع الفيديو ونشرح الاشغال. هنا نشوف الواجهه، اشغال تاع الواجهه اللي على حسب ما راه يعني ما نشوف انه التغليف تاع الواجهه الخارجيه يعني يقتصر غير على منطقه الفي بي. وهنا نشوف الاشغال يعني وصول للابواب نتاع الملعب، وكذلك فيه الاشغال نتاع الباركينج، ماركن تاع السيارات هنا راهي متواصله. والأمر الجديد الآخر هو بداية وضع النظام تاع تصريف المياه نتاع السقف. هنا نشوف وضع القنوات نتاع تصريف المياه نتاع السقف نتاع الملعب. وهنا نشوف واحدة من هذا الأنفاق هذه تاع الملعب، قلنا بعض المحلات، محلات لبيع المشروبات أو بيع التذاكر أو بيع المشروبات. إذن نترككم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.